أهلا بكم من جديد. تخصصت المصممة المصرية شيماء إبراهيم في تصميم وصناعة السجاد المصري أو ما يعرف بالكليم، والذي عادة ما يصنع من الصوف أو القطن وحتى الكتان بنقوش شرقية من التراث المصري. للمزيد تنضم إلينا المصممة المصرية شيماء إبراهيم. شيماء صباح الخير. صباح النور. احنا أول شيء ربما تجادلنا وتناقشنا أنه هذا السجاد تقولين أنه أصلا فرعوني. نعم صحيح. هو موجود في مختلف الثقافات، يعني موجود في بلاد الشام، موجود حتى عند الأكراد، كل قبيلة كردية لها نقشة معينة أو غيره، وحتى في شرق آسيا أيضا موجود. مظبوط. الكليم صناعة موجودة في مصر من آلاف السنين، من قبل التاريخ، حتى في نقشات موجودة لازالت مستمرة بترمز لحاجات موجودة عند الفراعنة، وازدهرت قوي سنة 1820 عندنا في مصر، بدأت تاني في العصر الحديث وكان قمة الازدهار في الستينات والسبعينات، وبدأت للأسف نتيجة التطور التكنولوجي ورتم الحياة السريع بدأ الحرفيين يقللوا من تصنيع الجزء الفني الجميل. طب لو كلمنا عن الماتيريال أو الخامات المستخدمة في الكليم، كلميني عن واحدة واحدة موجودة، يعني مش كلهم عشان تقدر تقديمهم. يعني عامة ماذا تستخدمين؟ دايما بنستخدم القطن أو الكتان أو الصوف. مثلا قطعة زي الموجودة هناك دي بنستخدم فيها الصوف مع الكتان الخضرة. الصوف مع الكتان، وداخل فيها كمان الجلد. مثلا القطعة الموجودة دي عبارة عن قطع كليم صغيرة معمولة من الصوف، اللي هي التالتة ولا التانية اللي عليها الكاميرا دلوقتي. أيوة. قطع كليم صغيرة متوصلة مع بعضها باتش وورك، يعني هو ما بين القديم فكرة الكليم والغزل على النول، وبدخلنا معاه الباتش وورك اللي هو المعاصر. خليني أنا أفهم إنهم هذه العملية اليوم أصبحت مكائن ولا ما زالت على الطريقة القديمة، وكم تأخذ معك من الوقت؟ ما زالت على الطريقة القديمة، النول القديم والغزل، حتى في ناس بتغزل لازالت في بيوتها جوه البيت عنده النول بيغزل عليه، لكن اللي اختلف إن بدأنا نعمل تصاميم جديدة، وكمان مكمل معانا التصاميم التراثية القديمة لأن ليها قيمة عالية برضو والناس لازالت بتحبها. بتاخد وقت، ممكن تاخد من اول اسبوعين لحد اربع شهور. اربع شهور يعني احنا بنتكلم عنها على حسب حجمها يعني ولا لا؟ على حسب نوع الخيط، يعني الخيط الرفيع بياخد وقت طويل جدا، زي مثلا القطعه اللي هي تاني واحدة دي اخدت اربع شهور شغل، عشان فيها تفاصيل كمان كتير. فيها تفاصيل لنوع الصوف المستخدم رفيع جدا، فبتاخد وقت، اخدت تقريبا اربع شهور. مظبوط. طب بالنسبه للستات البيوت اللي بيتابعونا ويمكن ما اشتروش قبل كده او ما عندهمش خبره في موضوع الكليم، هل هي مكلفه، غاليه الثمن؟ هي الأسعار بتاعتها بتتراوح حسب المدة اللي بتاخد الكليمة عشان تنتج. لو حاجة مثلا بتاخد أسبوعين طبعا بتكون سعرها مناسب جدا لأن الواحد يشتريها ويحطها في بيته بسهولة، زي القطعة دي، زي القطع اللي فيها تفاصيل أقل وصوف أسمك. مظبوط. طب خليني أنا أسألك أيضا بأنه كيف أعرف القطعة الجيدة من غير الجيدة؟ يعني مثلا في بعضهم هذه العقدة هل هي طبيعية ولا لا، هذا عيب ولا هو خلنا ناخذ منك الأسرار شوية. هو الشغل اليدوي بالعكس لما بتلاقي فيه حتة زي ما بنقول الامبرفكشن بيبقى ده جمال اليدوي، لأن هو قطعة مش مكنة، هي قطعة معمولة بالإيد فريدة، مستحيل يكون في قطعة تبقى الأصل من يعني مستحيل تلاقي قطعتين زي بعض، نتيجة الأسباب الطبيعية ونتيجة إن هي عمل بشري يدوي، فده بيكون من جمال القطعة. لكن مثلا ممكن نقول إنه لو النسيج مش محكم وهو بيتعمل بيبتدي يبان خطوط فراغات شوية، ده ممكن نفرقه، وده ما بيكونش عيب أبدا، لكن ده بيكون مدة التصنيع هنا أو مدة الحرفة اتعملت في وقت أقل من قطعة أخرى، وده طبعا اللي بيفرق في السعر ما بين قطعة والتانية. مظبوط. طيب لو شفنا القطعة اللي وراكي تكلمينا عنها، اللي هي الأولى اللي فيها أحمر،
اللي فيها احمر ده شكل تقليدي معروف باسم السنون، ولكن دي اصلا ماخوذه من الشكل المعين ده الجواهر في وقت الفراعنه، ولكن في العصر الحالي بقينا نسميها السنون. احنا اضفنا عليها الوان شويه فاقعه بحيث ان هي ممكن تتحط في غرفه نوم، تتحط في كوريدور، في صاله، فتدي شويه حياه. هل تنسج القطعة مرة واحدة ولا يعني أنا قاعد أشوف أنه مثلا ما أدري هذه مربوطة ببعض ولا؟ لا مش مربوطة، مش مربوطة، مش مربوطة، هي بتنسج مرة واحدة. بيطلع مثلا الشكل ده بيبتدي يكمله لفوق لأنه لون مثلا بيربل، وبعدين يطلع باللي جنبه لون تاني وهكذا، فهي عشان كده بتبان كأنها مربوطة ببعضها، لكن هي لا مش مربوطة ببعضها. مش مربوطة ببعضها. بس لا لا لا. دمج هذه التفاصيل قد إيه بتاخد وقت؟ يعني ومجهود كمان من الحرفي؟ بتاخد وقت كتير، كل ما التفاصيل بتزيد كل ما بتاخد، زي ما قلنا الحرفي بيقعد 4 شهور يشتغل كل يوم 8 ساعات. أصل حاجة تصميم ساعات. يعني التصميم سهل، لكن التنفيذ وعمل القطعة الفنية الإبداع ده طبعا بياخد وقت. شكرا جزيلا لك شيماء إبراهيم، يعطيك العافية. شكرا شيماء.